دابا كما كنعرفوا بان في الذره كاينين ما يسمى بواحد لي زيليكترون دو كور. هاد لي زيليكترون دو كور هما اللي كيكونوا قرابين النواه, كيقراو قرابين النوايا, او لي زيليكترون دو فالونس هما اللي كيكونوا بعادين عن النواه او بعادين عن النوايا, يعني كيكونوا في هاد لاكوش التاليه كاع. دونك هاد لاكوش التاليه كنسميها لي زيليكترون دو فالونس. دونك En fait, la configuration électronique d'aliment constitue une description complète du cortège électronique du solide. Donc, il m'a donné que parce qu'on a la structure ou la configuration électronique, on a les électrons complets. Yani, on a des électrons, la structure des électrons, des électrons les moraux. Allez, qu'est-ce qu'on trouve là chez lui? Mais là, on a la forme la plus simple, on a Z égale à 14. Donc, je nous calcule à la configuration, il a fait la règle de Kleshkovsky ou la structure KLM qui est derrière. دونك هادي ما عندناش الغرض حنا بعدا عندنا اللي عندنا الغرض بزاف هي لا ستيكسيون لا كونفيغوراسيون. اون بو ريبريزونتي سيمبوليكمون لاتوم كوريسبوندون اون يوتيليزون لو موديل سامبل لي كوش كونسنتريك. دونك يمكن لنا ريبريزونتي هادشي 1s مثلا ريبريزونتي بهاد لا كوش هي 2 الكترون, 2s هي هاد الخضره هي 2 الكترون حتى هي, لا 2s 2p هي هاد الخضره يعني فيها كما قلت لكم هادي لا كوش ال فيها دو كوش دو سو كوش اللي هي 2s 2p. دونك فيها 8 ديال الالكترون, و لا كوش برانيه اللي فيها 3s2 3p2 هي هذه اللي برانيه فيها 4 ديال الالكترون. لكن كما كتلاحظوا هذه البرانيه هي اللي غادي تلعب لي واحد الدور مهم بزاف. علاش؟ حيت لا شيمي او لي ليزون شيميك فين كيقعوا عليا لي زيكترون ديال البرانيه هما اللي كيتفاعلوا ليا مع العالم او مع النيفر المحيط بهم. اما لي زيكترون دو كور هادو ما كيتفاعلوا ليش ما كيشوفوا ليش العالم على برا, كيبقاو مرتبطين غير بالذره, كيعرفوا الذره مزيان. هادو هما اللي يمكن لهم يديروا لي ليزون شيميك اللي غادي نشوفوها من بعد في لا بارتي ديال لي موليكول. دونك لي بريسكوب تفهمونا بان لي زيكترون دو فالونس كما قلت لكم هما اللي خصني نركز عليهم بزاف. غادي نشوفوا واحد لا ستريكتور او لا كي ندير نحط لا كونفيغوراسيون الكترونيك اون تونون كونت ديال هاد لا كوش دو فالونس. دونك دان بوين دو في بيرمو شيميك دونك هادشي لي نوت حاول تكتبهم. دونك لا ديرنيير كوش كما قلت لكم اوكيبي اي بريمورديال كار سي ال كي فا فيكسي en priorité les propriétés chimiques de l'atome. Les électrons de cette couche sont les plus éloignés du noyau, donc il m'a dit comme la couche de valence sont les électrons les plus éloignés du noyau, et donc plus facile à arracher pour obtenir un cation par exemple. كنعرفوا بان الانتراكسيون الكتروستاتيك il dépend de la distance ما بين او l'inverse ديال la distance au carré ما بين النواه وهذاك الالكترون. كل ما بعد الالكترون كل ما لا فورس غادي تقلل, كل ما قرب الالكترون كل ما لا فورس غادي تكبر, حيت 1 سور دي او كاري كتكبر الا كانت دي صغيره بزاف. دونك كل ما كان الالكترون تقرب للنواه لا فورس الكتروستاتيك تكون كبيره, الالكترون غادي يكون مرتبط بالنواه بزاف. اوكي, اما الا كان واحد الالكترون بعيد عليه ما غاديش يشوف النواه, كاين واحد لا فورس الكتروستاتيك اللي صغيره بزاف. اوكي, دونك ساهل من السهل نطيرو. دونك ساهل عليك نقول بان لي زيكترون ديال لا كوش اكستر من السهل انني نطيرو. دونك لي رياكسيون شيميك سو فون با انتراكسيون انتر لي نواج الكترونيك دو دوز اتوم ديفيرون. دونك شنو هي اون رياكسيون شيميك؟ هي كيكون عندك واحد لاتوم ا مع واحد لاتوم بي, وكتوقع واحد الانتراكسيون ما بين لي زيكترون ديال لا كوش دو فالونس ديال لاتوم ا مع لي زيكترون ديال لا كوش دو فالونس ديال لاتوم بي. دونك هادشي غادي نشوفو من بعد كيفاش كتوقع هاد التفاعلات. دونك لا كوش لا بلو اكسترن فيكس لي بروبريتي شيميك. دونك هادشي اللي قلنا لا كوش التاليه هي اللي كتفيكسي ليا لي بروبريتي شيميك او لا لي بروبريتي شيميك. بور سيت ريزون سيت كوش اي لا بلو امبورطونت اي تابيلي لا كوش دو فالونس دو لاتوم. لي زوتر كوش بلو انترن سون تابيلي لا كوش دو كور. دونك لا كوش دو كور هما لي الكترون لي كيكونوا كينتاميو للذره. دونك كما قلت لكم عندي هنايا الكترون مثلا, هذا هو النواه الكترونات كاين هنا. دونك غير الموديل باش كنشرحو مثلا هذا الالكترون كيكون مرتبط بزاف بالنواه, هذا شويه المهم كيكون مرتبط. اما هذا التالي كيكون تقريبا ما كينتميش للنواه, يعني تعطي غير واحد الانرجي بسيطه تهربوا منه طيروا من النواه. يعني هذا الالكترون هذا هو لا كوش دو فالونس, هذا هو اللي كيدير ليا ليزون شيمي. تقول لي علاش هذا ضعيف؟ كما قلت لكم لا فورس الكتروستاتيك il dépend de la distance d au carré. قارن لي هاد لا ديستونس, هادي لا ديستونس سميها ار مع هاد لا ديستونس سميها ار في. دونك شنو كتلاحظوا بان ار كبر بزاف او لا صغير بزاف من ار في. دونك 1 سور ار او كاري شنو غادي تكون؟ تكون كبر بزاف من ار في او كاري. يعني الا ضربتي كنعرفوا بان لا فورس الكتروستاتيك il dépend de la distance au carré. دونك لا فورس ديال هذا الكتروستاتيك ما بين الالكترون هذا وهذا غادي تكون كبر بزاف من هذا اللي عندي هنايا اللي بعيد.
دونك هذا هو الغرض من هذا الفيديو هذا غير تعرفوا الفرق ما بين لا كوش دو فالونس و لا كوش دو كور. نشوفوا دابا واحد لا كونفيغوراسيون الكترونيك سامبليفي يعني غادي نخدم بما يسمى بلي غاز غار يعني تقريبا نفس اللي درنا في الاول غير هاد لا كونفيغوراسيون شويه ساهله نكتبها اوكي. دونك هاد لا كونفيغوراسيون اللي غادي نهضروا عليها دابا ايل تيان كونط ديال هاد لا كوش دو فالونس يعني كيعزل ليا كتحط ليا ستريكتور ديال واحد الغاز غار كزائد لا كوش دو فالونس ديالو. Donc pour l'instant, retenons seulement leur nom, le numéro atomique. Donc, on a l'air le numéro atomique de chaque gaz rare. Le hélium, c'est un gaz rare, donc un de jauge. Le néon, un de chra. L'argon, un de montage. Krypton, un de saut latine. Xénon, un de 45. Rn, un de saut manine. Ok? Donc, je vais vous dire que vous avez la règle de Kleshkovsky. Donc, le gaz rare, le fait de un gaz rare ou un atome adia, ou un gaz rare. لي كوش كامل كيكونوا بلان مثلا الا بدينا ب ان ايتيغال ا واحد شنو هي لا كونفيغوراسيون اللي كيكون فيها لا كوش بلان هي ان اس 2 يعني زد ايتيغال ا 2 يعني اس عامره الا كانت ان ايتيغال ا 2 خص تكون اس عامره هذه عامره دونك خص تكون هذه عامره ان اس 2 تكون عامره 2 اس 2 خص تكون عامره ياك شنو او 2 بي 6 خص تكون عامره اوكي يعني شنو هو زد هنايا ايتيغال 10 دونك زيد ديغال 10 خصك تحفظ غير الترتيب اما زيد راه يمكن لك تحسبه الترتيب هي النيون زيد ديغال 10 النيون الا بغيت ندوز ل 3 انتيغرال 3 خصني ندير 1 اس 2 نعمرها 2 اس 2 2 بي 6 نعمرها حتى هي 2 اس 2 2 بي 6 و 3 اس 2 3 دي 10 بعدا نكملها 3 دي 10 3 اس 2 3 بي 6 هادي كامل اللي عندهم 3 دونك شحال نحسب اجيني هنا 10 هنا 20 هنا 8 لا شي شنو درت انا 2 بي 6 3 اس 2 اها 3 بي و 3 دي دونك هنا جيني 18 هي هادي 18 و 20 هي 8 و 10 هي 38 دونك زيد ايتيغال 38 ماش كنقول عطيني نورمال 36 جوج 10 20 دونك زيد ايكال دونك عطيني بعدا 18 دونك كنبداو بديال 18 يعني غادي نعمر غير 3 زيس 2 نعمر غير 3 جيني ان اس 2 زيس 2 هادي هي 10 زائد 8 هي 18 دونك كنعمر غير هاد 3 زيس 2 3 بي 6 يعني غير هاد الاوربيتال هادي 3 دي مغاديش نهضر معاها دونك كتعطيني زيد ايتيغال ا 6 18 18 هذه الاولى 18 اوكي دونك اكسيتيرا اكسيتيرا يعني عمرتي الاخر كامله غادي تعطيك زيد ايتيغال 36 عمرتي الاخر كامله تعطيك زيد ايتيغال اكزينو 54 دونك لي زيد ساهل نحفظهم اللي خصني نعقل عليهم هو الترتيب ديال هاد هاد الاخر هاد لي غاز غاف يعني هيليوم نيون لارغون كريبتون اكزينون رادون دونك رادون هو اللي عنده ثقيل بزاف اوكي. دونك دابا غادي شنو غادي نبقاو نديرو القاعده كتقول لي غادي تحط لا كونفيغوراسيون ديال لا غاز غار غتحطو ما بين قوسين وتزيد عليها لا كوش اكسترن ديال لاطوم ديالك اللي باغي تحط لها لا كونفيغوراسيون الكترونيك مثلا الا كانت عندك لاطوم ديالك دونك هذه القاعده الا كانت لاطوم ديالك عندها زيد محصور ما بين 2 و 10 غتخدم كونفيغوراسيون الكترونيك ديال الهيليوم بين قوسين وتحط لا كوش اكسترن زيد ما بين 10 و 18 تحط ديال النيون دونك هذه ما ماشي بالضروره تحفظها غادي تبان لكم. مثلا نفترض بان زيد دير واحد ليليمو عنده 53 دونك كنعرفوا بان الا طبقت لا غيغ ديال كليشكوفسكي كنحط هذه كامله اوكي ان اس دو تاع شي كنعرف بان الكريبتون هو هذا الكريبتون هذه هي لا كونفيغوراسيون ديال الكريبتون اوكي الا حطيتو لا كونفيغوراسيون ديال هذا الكريبتون اللي عنده زيد ايتيغال 7 دونك انا شنو كيبان لكم بعدا زيد ايتيغال 53 يمكن لي نكتبها على شكل بويسك هنا مايمكنليش ندير ديال 54 الكزينون حيت فايت 53 دونك غنحط ديال الكريبتون يعني هي 36 ونزيد عليها 10 و 7 نزيد عليها 17 اوكي هادي ديال الكريبتون دونك غادي نحطها بين قوسين لا كونفيغوراسيون ديال الكريبتون وهداك الشيء اللي غادي يشيط لي في لا كونفيغوراسيون كومبليت غادي نحطها هنايا 4 دي 10 5 اس 2 5 بي 5 اوكي دونك عاد تيلي كنزيد ايتيغال 88 دونك 88 تا يمكن لي نكتبها على شكل دونك 88 لمن قريبه للرادون
دونك الرادون عنده 86 زائد 2، يعني يمكن لك تكتبه على شكل ار ان زائد 7 اس 2. دونك 7 اس 2 كتحسبها كدير لا ستيكتور كامله باش كتعرف فوقاش توقف. الا كنتي حافظ الرادون فوقاش كيوقف غتعرف بان هادي تجي موراها 7 اس 2. اوكي زيد ديك على 48. دونك شنو غادي نديرو؟ 48 هي لما قريبه قريبه ل 36، دونك هي 36 زائد 12، دونك هي الكريبتون زائد 5 اس 2 4 دي 10. وبيز قلنا لا غيغل ديال كنبدا بان صغيره وعاد كنتبع من ورا ان كبيره، دونك كنحاول ندير 4 دي 10 عاد مورا 5 اس 2. دونك هنا كنقلب نفس القضيه بالنسبه لهنايا. 33 هي 18 زائد 15، دونك 18 هي ديال لارغون. وهداك الشيء اللي يشير لك الالكترون خصك تصفهم على 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 3، هادي سولون لا غيغل ديال كليشكوفسكي. مي كتحاول تقلب هاد الثلاثه تبدا بها هي لوحدك 3 دي 10 4 اس 2 4 بي 3. اوكي دونك هادي هي الاخر. دونك نحاولوا نزيدو نكملوا هنايا. دونك لا كوش دو فالونس كما قلت لكم هي لا كوش لا بلوز امبورطون دو بوين دو في بروبريتي كيميك، يعني هي اللي مهمه بزاف في لي بروبريتي كيميك ديال الاتوم. Cela est simplifié le terme parenthèse correspond à la configuration. Donc la couche de valence d'abord à quand on a une jupe il suffit de mettre la structure de la gaz rare d'ali, mettre la structure de la gaz rare d'ali. Et donc chez les échelles, à dire qu'est-ce qu'on y a la couche de valence ou qu'il y a une exception à dire quoi là. Donc la couche de valence est normalement la couche la plus externe occupée par des électrons. Donc il y a des définitions comme chez la couche thalia ou la sous-couche thalia. Il y a les radis qu'on la couche de valence, il y a un des lignes d'un des plus grands bizarre. Néanmoins, si une sous-couche interne n'est pas totalement remplie, يعني إذا كانت عندي واحد la sous-couche ماشي عامرة بزاف, on considère cette sous-couche comme faisant partie de la couche de valence. Donc غادي نعرفوا هادي, احنا نعرفوا هادي علاش. مثلا خدينا زيد إيكال 32, قلنا 32 هي 18 زائد 14, 18 ديال الأرغون, 14 الإلكترون يمكن اللي نحطهم هنايا. دونك هنا بغيت نعرف فين هي la couche de valence. دونك شنو كنلاحظوا؟ قلنا اللي عندها L كبيرة هي la couche de valence, يعني 4S2 4P2. متفقين على هذه او لا؟ هذه نحاولوا نستفوها نعاود نستفوها هكا. دونك اللي عنده ال كبيره هو 4 اس 2 4 بي 2 كما كتشوفوا هنا. بويسك هنا باقي لي واحد لا سوكوش اللي هي 3 دي 10 هي بقات لي شيطه من لارغون. دونك شنو يمكن لي نقول؟ اول حاجه كما قلت لكم القاعده كتقول لي كتشوف واش هاد لا سوكوش واش عامره واش بلان كامله. كما كتلاحظوا دي كتهز الماكسيموم 10 راه مهزاهم، يعني هذه سي سوكوش اللي هي كومبليت. دونك يمكن لي نعتبرها داخله مع لي زيكترون دو كور. اوكي فهمتوا ما فهمتش؟ فهمتوا القاعده؟ المهم نشوفوا هذا الكونتر اكزومبل هو اللي غادي يشرح لي. الا كان زيد تيكال 23 دونك 18 زائد 5 18 هي ديال لارغون، غتبقى لي 5 ديليكترون خصني نحطهم في 4 اس 2 3 دي 10. اول حاجه قلنا لا كوش دو فالونس هي اللي عندها ال كبير بزاف، يعني هي 4 اس 2 هذه متفقين عليها. ولكن هنا شيطه لي واحد لا سوكوش، المهم نحاول نستف نعاود نستفها هنايا باش تبان لك. دونك 4 اللي عندها ال كبيره هي هذا، هذه لا كوش دو فالونس. مي هنايا باقي لي واحد 3 دي 3، هذه عندها ان صغر من هذه، يعني 3 صغر من 4. مي هذه سي اون سوكوش مالها اللي هي انكومبليت، يعني كنعرف بان دي باش تكون كومبليت باش تكون ستابل باش تعتبر الكترون دو كور او لا كوش دو كور خصها تكون فيها 10 ديال الالكترون. الوغ غادي فيها 7 3 يعني ناقصين 7 ديال الالكترون. دونك حتى هذه يمكن لي ندخلها في لا كوش دو فالونس. دونك هذه سي اون سوكوش كنقول على بان التعليل ديالي سي اون سوكوش انكومبليت. دونك حتى هي يمكن لي نعتبرها اون كوش دو فالونس، يعني هادو بجوج سو سون دي كوش دي فالونس. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القضيه هذه باش ما تبقاوش تالفين. دونك نتلاقاو في فيديو جاي. تشاو تشاو.